gentlemen, it is a pleasure meeting you once again. أعزائي مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوني جاكمان معاكم من موقع موتورات. اليوم إحنا متواجدين بدبي بفندق الفور سيزن لحفل إطلاق سيارة هوندا إيكورد 2017 الجيل التاسع. الحدث عليه تعديل بالشكل. الشكل الجديد كتير جريء كتير قوي، سيارة أكتر رياضية. عم نلاحظ تغييرات جذرية من الأمام ومن الخلف وبالإضافة إلى الداخل. هلأ معلومات سريعة، عم نلاحظ أول شيء المصابيح، منلاحظ هون تطعيمات من الكروم. شوفوا شكل الصدام الأمامي بالإضافة إلى الإضاءة للإيدي. السيارة اللي معنا هاي إيكورد سبورت، على عليها الحزمة الرياضية اللي عم نشوفها هون، عم بيجي عندك هاي إضافة على الصدام الأمامي بالإضافة إلى الرفراف الموجود على جنب السيارة. دواليب جداد بحجم 17 أو 18 إنش حسب المواصفات اللي أنت بتطلبها. المرآة بنفس لون طلاء السيارة. شوفوا تطعيمات الكروم، إضاءة الإيدي للمؤشر موجودة هون. عملية الطاي بتتم من الداخل. عم نلاحظ كمان عندنا هون تطعيمات من الكروم. السيارة كيلس انتري، عم تشتغل عن مسافة 40 متر. وكمان في شغلة ميزة كتير حلوة بالسيارة، انه ممكن انك مثلا تبرد السيارة تشغلها قبل ما تدخل بالسيارة. عم نلاحظ ايدين الابواب من الكروم فتحة بالسقف. السيارة هاي فيها حزمة الكروم، بيختلف من فئة لفئة طبعا حسب المواصفات. من الخلف عم نشوف شكل السيارة، واو، أصبح فعلا كمان رياضي وأكثر جريء، خاصة عم نلاحظ حركة المصابيح والشكل الجديد. ملاحظين هون الخطوط الثلاث، طبعا هاي إضاءة LED. عم نلاحظ عندنا تطعيمات من الكروم. هاي الإضافة هي للحزمة الرياضية اللي هي الرفراف أو السبويلر الخلفي، بالإضافة إلى الحزمة هاي الموجودة على اليمين وعلى يسار السيارة. عندنا عديمة بتطعيمات من الكروم، تطعيم من الكروم مشتت الهواء. يعني فعلا سيارة أصبحت جميلة من الخارج مقارنة بالجيل السابق. أما مساحة الصندوق فتمت بنفس الحجم زي ما أنتم شايفين، ما في عنا تغييرات. عملية التحكم هي عملية يدوية، ما في عنا كبسة من يعني كبسة بالكهرباء، وفي عنا هون الكبسة هاي حتى تعمل طي للكراسي من الداخل. خلينا نلقي نظرة من داخل السيارة وأكلمكم على الموديلات الفئات المتوفرة لهاي السيارة، بس نلقي نظرة من داخل السيارة لأنه أنا جدا متشوق أشوف السيارة من الداخل. يعني المساحة، أول شيء الدخول كان جدا سلس، المساحة من الداخل ممتازة. شوفوا مساحة الإجرين، مساحة الرأس من الداخل عم تعطيني هوندا فعلا شعور إنه شعور الفخامة. يعني هون فعلا هوندا اشتغلت على السيارة من الداخل. طبعا تتسع على 3 أشخاص بالإضافة إلى وجود مساندة للأيادي. كمان عندنا هون أماكن للكسات 1-2. حتى شوفوا هون عملية البلاستيك اللي عليه الملمع هذا زي الزجاج. في عندنا هون كبسات شايفين للأطفال، آيزوفيكس لمقاعد الأطفال، طبعا هاي بالنسبة للعائلات. فتحتين للتهوية. التعقيب الوحيد يا جماعة حطوا لنا هون أماكن لشواحن التلفونات أو اليو اس بي. وعم نلاحظ هاي اللي هي ممكن تحمل فيها الآيباد أو ممكن شاشة تلفزيون صغيرة. هذه هي السيارة بشكل عام من الخلف. خلينا هلأ رح ناخد السيارة هاي ونطلع في تجربة قيادة وأكلمكم أكثر عن مواصفات السيارة والفئات المتوفرة من هاي السيارة. احنا بطريقنا لأبو ظبي.
لتجربة هاي السيارة. المسافة اللي أمامنا تقريبا الساعة ساعة وربع لأنه في عنا تغيير بين الصحفيين. كان إلي الفضل أني أخذ هاي السيارة لوحدي وأجربها على الشارع. هلأ طبعا الانطباع الأول من داخل السيارة أنه فعلا سيارة من الأمام أنيقة جدا، يعني فعلا في عندك خلينا نحكي تعديلات أنا شفتها يعني أحلى من الجيل السابق. عم نشوف كمان هون استخدام الخشب، عندنا هون ميموري سيت أو حفظ مقاعد السيارة، عندنا الكراسي بالكهرباء، الزجاج كله تحكم بالكهرباء، التحكم بمرآة السيارة عن الكهرباء، الشاشات العرض هون كنت أتأمل إنه أشوف بعض الألوان هون طبعا باللون الأبيض والأسود، وشاشة مدورة وسطية يمكن بحجم 4 إنش اللي بتعطي فيها المعلومات والعدادات. مقود السيارة أنيق جلد، خياطة يدوية عم نشوف هون، اللون الأسود هون مع المري. عم نشوف طبعا في عنا عدة كبسات، الكبسات على اليمين تتحكم بنظام مثبت السرعة المتغير، وعندك الكبسات موجودة على اليسار تتحكم بالأنظمة الصوتية، كمان بالإضافة إلى إعدادات أخرى خاصة بالسيارة، مسجل السيارة والبلوتوث. الشاشة الوسطية الموجودة عندنا هون بحجم 7 إنش أو 8 إنش، فيها العديد من المعلومات صراحة بتشتغل عن طريق اللمس، لكن أنا هون كنت أتمنى أنه يتم تحسين عملية اللمس، لأنه هون أنا دائما عندي تعقيب على النظام هذا بالسيارات هوندا، لكن بتجاوب، لكن يفضل أنه يتم التعديل عليه. بالإضافة إلى شاشة وسطية موجودة هون بحجم 8 إنش، شكلها كتير حلو. طبعا في عنا شاشتين، الشاشة الموجودة هون ممكن أتحكم فيها عن طريق الكبسات الموجودة على اليسار مقود السيارة. طبعا هي هون المكيف تتحكم فيه، المكيف في عندك هون بالنسبة للتكييف اليمين والتكييف اليسار لدرجة حرارة مختلفة، يعني 2 زون مش 3 زون. اللي في عنا هون فتحات تهوية بس ما عنا تحكم بالتهوية من الخلف. بشكل عام الكبسات الموجودة هون، في عندنا كبسة تتحكم بالستارة، تسكر الستارة من الخلف، أماكن لتخزين الكاسات، طبعا في هون عندنا أماكن تخزينية يعني صغيرة بعض الشيء، في عندك كونكشن HDMI هذا شيء حلو ممكن للبلاي ستيشن، كمان عندك هون USB وشاحن وسطي. إذا فتحنا هون منلاحظ كمان عندنا هون أماكن لشحن الـ USB وأماكن لوضع التلفون أو أماكن تخزينية بسيطة، وكمان هون عندنا للمدخنين اللي هي السيجارة. هوندا إيكورد عم تتوفر بأربع فئات وبمحركين. هلا محركات محرك الأربعة سلندر اللي سعة المحرك 2500 cc اللي بولد قوة أحصنة ما تقارب 189 حصان لما تصل سرعة الدوران 6400 دورة بالدقيقة. أما من ناحية العزم فعم بتولد 245 نيوتن متر لما تصل سرعة الدوران 3900 دورة بالدقيقة. هذا المحرك موجود على فئة الدي اكس اللي هي فئة جديدة، وفئة الاي اكس ال اللي هي موجودة من قبل. هلا من ناحية استهلاك الوقود للمحرك 2500 سي سي عم بمشيك مسافة 16.5 كيلومتر لكل لتر بنزين من 0 إلى 100 في 9.6 جزء من الثانية. هلأ الفئات الثانية اللي هي محركها أقوى اللي هي محركات 6 سلندر اللي بتيجي 3500 سي سي اللي بتولد قوة أحصنة 278 حصان، يعني فرق شاسع بين الأحصنة، اللي على سرعة دوران 6200 دورة بالدقيقة. من ناحية العزم عم تعطين عزم بمقدار 339 نيوتن متر على سرعة دوران 4900 دورة بالدقيقة من 0 إلى 100 في هاي بتفرق 7.3 جزء من الثانية. طبعا استهلاك البنزين هاي اكتر شوي تقريبا 13 كيلومتر لكل لتر بنزين من 0 إلى 100 في 7.3 جزء من الثانية، والسرعة القصوى 212 كيلومتر. أعطيت كل معلومات بشكل سريع لأنه فعلا احنا مستعجلين يا شباب. هلأ ناقل الحركة على الفئات الأربع سلندر عم بيجي ناقل حركة CVT. بهاي السيارة المحرك تبعها 6 غيارات أوتوماتيك. في عنا وضعية واحدة للقيادة اللي هي عملية توفير الوقود، الكبسة الموجودة معنا هون. إذا متابعينا بهيك أنا أنهيت حلقة اليوم، أعطيتكم نظرة سريعة عن سيارة هوندا إيكورد 2017 الجيل التاسع. طبعا هذا تغيير شكل وليس سيارة جديدة بالكامل.
أتمنى تعليقاتكم على هاي السيارة. أنا رح أطلب هاي السيارة في تجربة قيادة خاصة، وطبعاً رح أعطيكم معلومات أكثر عن سيارة هوندا أكورد 2017 في حلقة مميزة تست درايف لها. شكراً لكم لمتابعتنا، لا تنسوا طبعاً تعليقاتكم جداً بتهمني على قناتنا، على قناة موتوراتي، وأتمنى أنكم تشاركونا، يعني تعمل سبسكرايب إذا أنت حبيت الفيديو، وإذا ما حبيتوا برضو اعمل لنا سبسكرايب، ولا تنسوا تتابعونا على الفيسبوك تويتر وإنستغرام لكل ما هو جديد. أنا أخوكم جوني جاكمان، كنت معاكم في تجربة قيادة خاصة مع هوندا أكورد 2017. شكراً لكم، حياكم الله وإلى اللقاء.